أنت هنا أخي الكريم مطالب بأن تكون حياتك كلها إحسان، وإذا بلغت درجة الإحسان جاءتك المكافآت الربانية. أول مكافأة محبة الله. تبغى تعيش وربي يحبك؟ إيش هذا؟ إيش هذا الفضل؟ إذا قيل لك أنت هنا في الشرقية وجاءك خبر من مكتب سمو الأمير، أمير المنطقة، الأمير والله البارح أثنى عليك ويحبك، يقولنا يحبك، إيش رأيك؟ تفرح ولا ما تفرح؟ الأمير يحبني ويقول للناس وإخوياه أنه يحبني. طيب جاءك خبر بعد أيام قالوا والله كنت في مجلس، واحد قال لك كنت عند الأمير الملك سلمان الله يطول عمره ويحفظه، وقال إن فلان أنا أحبه، وش وضعك أنت قد الملك يحبك؟ ما يقطع رأسك 70 سيف. إيه نعم الملك يحبني خلاص. طيب إذا قيل لك الذي يحبك هو الله، ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، أي سعادة أنت فيها؟ معنى أن الله يحبك يعني الأمن من العذاب، ما يعذب ربي واحد يحبه. والدليل في قوله سبحانه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله قل فلما يعذبكم بذنوبكم لو أنكم أبناء وأحباء ما عذبكم بل أنتم بشر ممن خلق. أنت نفسك تعذب من تحب؟ واحد تحبه واخطأ هذا الواحد وانت تحبه، إيش تسوي؟ تقول بسيطة، تشوف خطأه تشوفه صواب، وتشوف عوجته سمحه. وإذا عزمت واحد تحبه وقدمت له الطعام تفرح أنه يأكل، وتشوف اللحم الزينة وتعطيه، وقطعة السمك الزينة وتقربها له، وكل أنه يأكل في بطنك. وإذا شبع وقش السفرة كلها قلت يا أخي ما طيبت خاطري، يا أخي ما تعشيت، يا إيش بك أنت هذا أكلك؟ كل يا أخي والله انكنا في بطني. لكن واحد ابتليت به وأنت تكرهه لكن غصبوك به، أنت تقدم له شيء من الطعام توريه تقربه له؟ لا ما تقرب له شيء، إلا عينك مثل الرادار على لقمته، وإذا خرج قال الله أكبر عليه، الله يجعله سمة، والله إنه قش السفرة، والله إنه يأخذ اللحمة الزينة. ليه؟ لأنك تكرهه. فالذي يحبه الله لا يعذبه الله. شوفوا عندنا ثنتين، الأولى تعتقك من النار وهي محبة الله والمراقبة له، ثانية محبة الله إذا كنت محسنا فيعتق الله رقبتك ويحبك. طيب وبعدين في الآخرة لأنه يحبك قد أعتقك من النار يعطيك من كرامات الجنة بما لا يتصوره عقلك. اذهب بخيالك كل مذهب، تخيل كل شيء، ستنتهي خيالاتك ولا تصل إلى حقيقة ما في الجنة. قال الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ليش؟ قال جزاء بما كانوا يعملون.